عبد الرحمن ساحلي، متجر مانجو جازان. تتميز جازان بإنتاج أجود أنواع المانجو وألذها، إلا أنه يتم تسويقها بطريقة تقليدية يحرمها من الوصول لبقية المناطق. في الوقت الذي لاحظنا فيه عبر تويتر رغبة الكثير في شرائها، فاقتنصنا هذه الحلقة المفقودة من معادلة وحولناها إلى مشروع ناجح بطريقة احترافية، حقق هذه الرغبات عبر عملية شراء سهلة وسريعة وإلكترونية.